لأبطال الثانوية العامة كيف أفرق بين أنواع اللام في الجملة؟ اللام مع الفعل لها أكثر من نوع في النحو العربي. أولا لام التعليم وتكون مكسورة وما بعدها فعل مضارع، يكون هذا أو هذه اللام لام التعليم زائد فعل مضارع، يعرب الفعل المضارع فعل مضارع منصوب، أي أنها تتصل بالفعل المضارع فقط، وهي والفعل سبب لما قبلها وتسبق بكلام. أطع والديك لتنال رضا الله. لتنال اللام لام تعليل ونصب، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تنال فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه الفتحة. فعل مضارع منصوب بلام التعليل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثانيا لام الأمر وتكون مكسورة وبعدها أيضا فعل مضارع، ولكنها تأتي في أول الكلام لا تسبق بكلام، تأتي أول الكلام. لام الأمر زائد فعل مضارع يساوي فعل مضارع مجزوم، وتأتي أول الجملة وهي والفعل المضارع تساوي فعل أمر. عندما أقول لتخلص في عملك فأقول تخلص فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون، وهي تساوي اللام مع الفعل المضارع تساوي أخلص في عملك. لتتقي الله يا بني أقول اللام لام جزم، حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب، طبعا لام الأمر. تتقي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. لام الجحود، اللام الثالثة لام الجحود، وهي مكسورة وبعدها فعل مضارع أيضا، وهي أداة نصب للفعل المضارع وتكون مسبوقة بكون منفي، مثل ما كنا لنشمت في أحد. اللام لام الجحود حرف مبنى على الكسر لا محل له من الإعراب. نشمت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، طبعا منصوب بلام الجحود. رابعا لام القسم، وهي تأتي في أسلوب القسم وبعدها الفعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، مثل تالله لنكونن من الشاكرين. لنكونن اللام لام التوكيد وقسم مبنية على الفتح، مبنية على الفتح، طبعا اللام هنا مفتوحة مبنية على الفتح، ونكون فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.